حمص هاي القصور صار الدمار والذي خلفه القصف العشوائي، احتراق المنازل بسبب هذا القصف، وقوع عصابات الأسد. انظر إلى الدمار الذي خلفه هذا القصف، هذا هو حي القصور. انظر إلى الدمار، الله أكبر، هذا هو حي القصور قرب من جسد خديجة. هذه المدرسة التي قام الأسد عصابة الأسد باحتلالها، وهي الآن محتلة قبل عصابة الأسد. ونحن هنا في شهر رمضان، شهر رمضان الكريم، انظروا إلى المنازل كيف هي. منازل خالية من السكان بسبب تواجد عصابات الأسد، تدمير المنازل، حمص حي القصور. هذا هو الدمار، هذا هو الحي المدمر، مدينة حمص.